السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام ومشاهدات حياكم الله وبياكم. اليوم إن شاء الله سنتحدث معكم عن أحذيات الأمة. أول شيء قبل أن نبدأ الموضوع، قبل افتتاح الموضوع، نريد أن نتحدث معكم. طيب، في أونة الأخيرة معظم الطلاب يحبون الشيء الواحد، احترام الأستاذ وآداب الأستاذ. واليوم نريد أن نتحدث عن الآداب والأخلاق، كيف تكون أخلاق الحقيقي، وأيضا سنتحدث معكم الجمال الحقيقي أين يكمن. يعني مثلا في عوينة الأخيرة معظم الناس يظنون أن الجمال الحقيقي يكمن في صدر الإنسان، ومعظم الناس يقولون أن الجمال الحقيقي يظهر ويكمن في لسان الإنسان. فاليوم نريد أن نتحدث ونوضح في كلامنا، ومعنا متخصص لجامعة أكسفورد من لغة العربية، وهو ما شاء الله تبارك الله هو زميلي، وهو نحن درسنا في مكان واحد، ولكن هو درس في علوم أخرى ونحن انتقلنا إلى صحف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الحبيب، كيف حالك العالم بخير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم كل المشاهدين. طيب، اليوم نريد أن نتحدث معك، يعني كما تعرف أن الآداب والأخلاق مهم جدا في حياتنا أو في عالم الذي نعيش فيها أنت ونحن كلنا. كيف تكون الآداب الحقيقي، وكيف كان مع الأصحاب صلى الله عليه وسلم، أصحابنا نبينا ومصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف أصبح الآن مثلا في أونة الأخيرة معظم الناس يوجهون لعدم أو قلة الآداء وقلة الخلق. ونحن نشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي، في تويتر أو في فيسبوك أو في إنستغرام أو في تليجرام وفي مواقع التواصل الأخرى. نريد أن أتحدث معك عن هذا الموضوع، ما هو آداب الحقيقي بالنسبة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حسناً، عندما نتحدث عن الأخلاق والآداب علينا أن أولاً نعرف ونفرق بين فرق بين آداب والأخلاق. ما شاء الله. أولاً الأخلاق هي أخلاق هو أحد صفة من صفات إنسانية، والأخلاق سيكون باطنية، صفة باطنية، يعني الأخلاق نعمة من الله، يعني وأما عداء وصفة ظاهرية. نعم، وكل أعمالنا وفعلنا الذي كل أمور الأفعال التي نستطيع أن نرى في ظهور الإنسان. حسناً، أما عندما نتحدث عن الأخلاق، النموذج أو أسوة للمسلمين عندما نتحدث عن الأخلاق، هناك الحديث عن عائشة رضي الله عنه عنها، عندما سئل منها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أجابت خلقه كان قرآن الله. ومن هذا الحديث نستطيع أن نأخذ الخلاصة أن القرآن هو كتاب كامل. نعم، القرآن الكريم وكان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وأخلص الله سبحانه وتعالى أو أخلقه بهذا الخلق العظيم. أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المكنون في سورة القلم، إنك لعلى خلق عظيم. أيضا هناك نستطيع أن نأخذ خلاصة بأن لكل مسلم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة نموذجا ودستور في الحياة. ما شاء الله. وأيضا سأعيد كلامك وأضيف في كلامك يا أخي الحبيب،
الله عز وجل يقول في كتاب سعد العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان معه. يعني هذا هو القول شديد ومعناه عميق جدا لمن يتعلمها ولمن يتعملها ولمن يتفكر عن هذه آية الله سبحانه وتعالى. وهناك سؤال تالي، إذا تسمح لي أن أطرح لك سؤال تالي. هناك فروق بين الخلق وعادة. طيب كيف نحن نتميز الخلق وكيف نتميز العادة؟ حسنا، أولا كما ذكرت في قولي من قبل أن الأدب هي صفة ظاهرية والخلق صفة باطنة، والخلق ليس بيد الإنسان بل هذا نعمة من طرف الله. عندما نسمع كلام الناس اصلح خلقك هذا مستحيل، لان هذا ليس بيد الانسان، ولكن الانسان يستطيع ان يصلح ادابه. ومن على سبيل المثال حرمة احترام للكبار، ما شاء الله، ومساعدة للمحتاجين، ما شاء الله، وأيضا تبرع للفقراء، بر الوالدين، بر الوالدين مهم جدا، وصفات إنسانية الذين نعرفه. نعم، بارك الله فيك. نعم صحيح، أؤيد كلامك مثلا. وهناك يعني سؤال، يعني ليس سؤال بل الآن أؤيد كلامك أيضا، أن خلق الإنسان هو مهم جدا، هو بمن الجوارح الحقيقية للإنسان. كلما مثلا إنسان يكون خلقا وذو العقل وذو الخلق في هذه الدنيا، يعني هو يحصل على إنجاز، وفي الآخرة يحصل على إنجاز ويدخل الله سبحانه وتعالى ويدخله الله سبحانه وتعالى في جنة الفردوس الجنة العالية. ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الصالحين. ومثل أيضا هناك أيضا كما قلت خطر ببالي كلام واحد، أنا مثلا كلما إنسان مثلا يفعل الأشياء الزنا والمثلا الفواحش مثلا، الله عز وجل يبتعد عنه، والله عز وجل أن يأخذ منها إيمان حقيقي. صحيح؟ إيمان. إنسان مثلا هو مثلا رغم أنه مثلا يفعل فحش لكن يذكر الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ هو مثلا عن حال الكلام كيف مثلا ماذا تقول مثلا؟ ومثلا بعض المذنبون يظنون أن تمام الله عز وجل لا يغفر ذنوبنا، تمام نحن نعيش، تمام نحن فعلنا وكل أشياء، أو ممكن نقول حياتنا على كاف العفريت، تمام على كاف العفريت، يعني بدون فائدة. مثلا ماذا يمكنك أن تقول للأشخاص الذين يطمعون من رحمة الله أو يقنطون من رحمة الله؟ حسنا، أولا علينا أن نعرف أن أبواب التوبة أبواب رحمة أبواب رحمة الله أبواب التوبة دائما مفتوح. الله. وعلينا أن نعرف، ودائما علينا أن نعرف هذه المعلومات. وقال سبحانه وتعالى في كتاب المقنون عندما هو ينادي الله سبحانه وتعالى للمسلمين: إذا فعلوا فاحشة فاذكروا الله يذكر الله. أنا فإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يشعرون. نعم. وأولئك مغفرة من ربهم وجنة الأرض من تحت الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. يعني مثلا ما شاء الله، وأيد كلامك يا أخي فاضل، إنسان لا يجب أن يقنط من رحمة الله، لأن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إن الله هو الغفور الرحيم. جميل. ومن هذا الموقع ومن هذه القناة نقول للأشخاص الذين يقنطون من رحمة الله: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويستر كل عيوب. صحيح، يستر عيوب الله عز وجل. نحن مثلا أنت ونحن مثلا في البث المباشر نتحدث كأننا ليس لدينا عيب، لا، أيضا لديك عيب ولدي إنسان أو ابن آدم لا يخلى من الأخطاء كما نعرف هذا هو. وأيضا لكل إنسان عيوب، الله عز وجل يستر بعض العيوب ويكشف بعض العيوب. إن الله عز وجل يكشف عيوبنا فعلينا نصلح هذه العيوب، هذه حالة في نفس الوقت علينا نصلح. يعني أيضا يمكن أن نقول مثلا هذا الله عز وجل يقول هذا من ليس من هذا، لكن بما فهمنا من الآية الله سبحانه وتعالى: إذا إنسان لا يصلح نفسه الله عز وجل لا يصلح حوله. إن أنك لا تصلح نفسك والله جل لا يصلح أشخاص الآخرين، الأشخاص الذين يكون حولك. مثلا أنك إذا لا تصلح أنك تكون مع رفقة مثلا الأنس أو رفقة مع الخبائث، مثلا مع رفقة الخبائث، صحيح؟ إن أنك تصلح الله جل يصلح حولك ويجعلك مع القراء ويجعلك مع العلماء مثلا. وأيضا من الإمام البخاري: لا توجد في الجنة، يعني لا توجد في هذه الدنيا جنة إلا رفقة العلماء. كلما تتحدث أو كلما أنك تتحدث عن العلم كأنك تشعر كأنك تستمتع وتتمتع أنك في الجنة في هذا الدنيا. طبعا هناك أنا طيب تفضل هناك مفتاح العلم هي التقوى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه في سورة البقرة: اتقوا الله ويعلمكم الله. ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله غفور رحيم. الله يبارك فيك، ما شاء الله، جميل. طيب يا أخي الفاضل، أن أداب مثلا، ماذا الآن إذا نتحدث الأشخاص أو الشباب الحاضر، الشباب المعاصر، كيف عندك تستطيع أن تصلح وكيف عندك تستطيع أن تساعد لهم من جهة الخلق؟ ماذا يمكنك أن تنصح من هذا البحث المباشر لهم؟ تفضل. حسنا، ماذا يمكنك أن تقول مثلا الآن مثلا في الآن ندخل في مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب مثلا يلبسون البنطال ويفعلون الفواحش، ومثلا هم كأنهم ليس لهم غيور مثلا. أنت ونحن ذو الغيور مثلا، نحن رجال غيور مثلا، لدينا غيور ونحن مثلا نحفظ سطورنا، صحيح؟ ومثلا نحفظ فجورنا ونحفظ سطورنا، ولكن بعض الشباب يكشف السطور ويفعل اندعاما، هذا اندعام بمعنى اندعام بعض البنات بصورة السورة، أو مثلا يحددون بعض الأشياء. ماذا يمكنك أن تقول للأشخاص، لهذه الأشخاص؟ نعم، نحن نرى اليوم الشباب الحديثي يجلسون عند أخواتهم ماذا يمكن أن يفعلون؟ يقضون الوقت، نعم، هم طوال الوقت يجلسون مع أخواتهم ويشاهدون ما يريدون. نعم صحيح، يعني هم يقضون أوقاتهم بدون فائدة، بلا فائدة، على شاشة الهاتف مثلا، ينتقلون من موقع إلى موقع إلى مواقع التواصل الاجتماعي أخرى مثلا، صحيح؟ هم يدخلون مثلا، عادة أنا سمعت قبل أن أتحدث معك، أنا أحضرت مع الطالب وما شاء الله تبارك وتعالى، وأخذت كلام واحد، أن بعض الطلاب، يعني أو ليس الطلاب، بعض الناس، يعني بعض الشباب أقصد، بعض الشباب يدخلون إلى التواصل الاجتماعي لإضاءة إيجاب لمشاركة لتعليم، يعني لكومنت لللايك ثم مشاركته، هذه لهذه الأشياء هم يدخلون، وأنهم يقضون أوقاتهم إلى بدون فائدة. وكما نعرف أن قيمة الوقت مهم جدا، وبيتحدث العلماء والكبار أبو الفتح أبو غدة في كتابه قيمة الوقت عند العلماء، مثلا أيضا إمام الزمجر رحمة الله عليه كما تعرف وأنت تعرف أسرار العلم، كيف نطلب العلم بالتقوى بالعلم بالصبر بالوقت. وبعض الشباب للأسف يقضون أوقاتهم إلى التحليكة وإلى بلا فائدة، وماذا يمكنك أن تنصح لهم؟ كيف كل كلام تأثيرا
يؤثر منك أو هم يتأثر منك وثم لا يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كلام يمكنك أن تقول كلام تأثيرا كلام مؤثرا للمشاهدين لي والمشاهدين الآن ما نشاهد الآن أو ما يشاهدنا في بث المباشر دلوقتي. ماذا يمكنك أن تقول كلام تأثير؟ حسنا نصيحتي ليس للشباب بل لأولياء الأمور لأن كما قال سبحانه وتعالى في كتاب المكنون الرجال قوامون على النساء على هناك نستطيع أن الخلاصة ليس خلاص على النساء فقط النساء عائلة للجميع للجميع أيضا. لذلك هناك عدو كبير عند أباء يعني يتمثل أب يتمثل دورا كبيرا في الأسرة تقصد ذلك؟ نعم أيضا نحن نعرف الأسرة أو عائلة التي فيها يوجد أطفال جيد يعني يقرؤون الذين يقرؤون الكتب يعني هذا متعلق بالعائلة يعني كل شيء يبدأ من العائلة يعني إن نصلح أبوينا أطفالنا سيصلحون نفسهم أنفسهم نعم طيب أول شيء طبعا يعني لب العمل أبوه صحيح كما نعرف لب التعليم مثل أساتذة لب المجتمع والأبوان والأمهات إن نحن نصلح إن نربي أو إن نتأمل مع الأمهات مع الآباء وهم سيعملون سيقومون بالتعامل مع أطفالهم ونحن لا نشاهد هذه الحوادث أو هذه المشكلة التي نوجهها أنت ونحن في حياتنا الحديثية. شكرا جزيلا بارك الله فيك يا أخي الفاضل ودكتور. نختصر في الكلام النهائي أن خلق نتحدث كلام واحد في نهاية الكلام أن نريد كن في هذه الدنيا متعلما وعالما وعاقلا وكن متواضعا ولا تكون مستكبرا ولا تكون ذو الخلق أن الله جل أخلقه من الخلق ولكن أن ظلم نفسه